أعزائي الطلبة، الآن سوف نقوم بقراءة بعض الأسئلة المهمة عن موضوع قابل المصرفي. Meet a banker. Meet a banker. Number one. The writer has been a banker for 20 years. الكاتب هو مصرفي لمدة 20 سنة. 2. What makes the banker's job interesting? ما الذي يجعل عمل المصرفي ممتع؟ الجواب هو the variety. The variety. The variety makes the banker's job interesting. التنوع يجعل عمل المصرفي ممتع. 3. What does a banker have to do? ماذا يجب على المصرفي أن يفعل؟ A banker has to convince people to use the bank. المصرفي يجب أن يقنع الناس باستخدام المصرف. 4. What does the banker do to convince people to use the bank? ماذا يفعل المصرفي ليقنع الناس باستخدام البنك؟ He offers new services to convince people to use the bank. يقدم أو يعرض خدمات جديدة لكي يقنع الناس باستخدام البنك. 5. How can a banker attract students? كيف يمكن للمصرفي بأن يجذب الطلبة؟ By offering special students accounts if the bank is close to a university. بتوفير حسابات خاصة بالطلاب إذا كان المصرف قريب من الجامعة. 6. Why do people need loans? لماذا يحتاج الناس إلى القروض؟ People need loans for special projects such as buying a car or a house. يحتاج الناس إلى القروض لمشاريع خاصة مثل شراء سيارة أو بيت. 7. What is the difficult part of a banker's job? ما هو الجزء الأصعب في عمل المصرفي؟ It is when he can't approve a loan. إنه عندما لا يستطيع أن يحرر أو يعطي قرضاً. 8. What is the banker's main responsibility? ما هي مسؤولية المصرفي الأساسية؟ It is to decide whether or not to give people a loan. هي عندما يجب أن يقرر فيما كان يعطي أو لا يعطي الناس قروض. 9. Being a banker requires many different skills. كونك مصرفي أو عمل مصرفي يتطلب مهارات عديدة. 10. Banks that work with large companies can help them improve and extend their business. المصارف التي تعمل مع الشركات الكبيرة تساعدهم على تطوير وتوسيع أعمالهم. هذه الجملة ممكن تجينا بشكل فراغ، انتبهوا لها أعزائي الطلبة. 11. The banker has to be quiet. knowledgeable. المصرفي يجب أن يكون نوعا ما ذو معرفة. هنا ممكن تجينا هذه الجملة بشكل فراغ، نكتب knowledgeable بالفراغ، أو تجينا بشكل صح وخطأ true false، فالجملة صحيحة true. 12. Sometimes a banker can't agree to give loans. في بعض الأحيان المصرفي لا يستطيع الموافقة على إعطاء القروض أو إعطاء قرض. True. 12. Sometimes a banker can't agree to give a loan. نفس الجملة، لا يستطيع المصرفي أن يعطي قرض. True. 13. If a client wants to buy a house, the banker needs to know. إذا كان العميل، الشخص اللي يتعامل ويا المصرف أو ويا البنك، يحتاج أن يشتري إلى منزل،
فالمصرفي يحتاج أن يعرف one the value and structure of the house, two what sort of neighborhood it is. يجب أن يعرف المصرفي قيمة وشكل البناء وكذلك نوع المكان الذي سيكون فيه. 40. What are the banker's skills? هذا السؤال مهم، انتبهوا له. ما هي مهارات المصرفي؟ A. To be good at math and able to read graphs and charts. يكون جيد في الرياضيات وقادر على قراءة البيانات. B. To be able to work with other experts. أن يكون قادر على العمل مع الخبراء الآخرين. C. To be a good communicator. أن يكون شخص قادر على التفاهم والتواصل بصورة جيدة. 15. What's the banker's main work with? ما هي أعمال المصرفي الرئيسية؟ هنا يقصد المصرفي اللي تكلم بالحلقة. It is with individuals and businesses. عمل الرئيسي مع الأعمال الفردية والصغيرة. 16. Define a client. عرف الزبون أو العميل. A client is a person or organization who makes use of a professional. For example, a banker or a company. هو الشخص أو المنظمة الذين يستخدمون المحترف مثل الشركة أو المصرفي. والآن أعزائي طلاب السادس الإعدادي، انتبهوا على هذه الجمل الموجودة في كتاب النشاط الـ Activity Book الخاصة بـ Lesson 3 Unit 6. هنا راح نعرف كل جملة هل هي صحيحة أم خاطئة. Decide if these statements are true or false. 1. My job has a daily routine. عملي فيه روتين متكرر، تكرار. True. That's false. No, 2 days are ever the same. لا توجد يومان متشابهان في عمل المصرفي. 2. We do not encourage students to open accounts. لا نشجع الطلبة على فتح الحسابات. That's also false. هذا خطأ. We attract students by offering special students account. نحن على العكس نجذب الطلبة بتوفير حسابات خاصة بالطلبة. 3. Sometimes I can't agree to give a loan. أحيانا لا أستطيع أن أعطي قرض. That's true. Unfortunately, I can't always approve a loan. 4. Bankers only need to know about financial subjects. المصرفيون يحتاجون فقط أن يعرفوا عن الأمور المالية. That's false. هذا غير صحيح. You have to be quite knowledgeable about many different subjects. 5. I do all my work alone. أنجز كل عملي بمفردي وحيدا. That's false. Another important skill is being able to work with other experts. مهارة أخرى يتطلبها عمل مصرفي هو أن يكون قادر على العمل مع الخبراء الآخرين. كان هذا كل ما يخص الدرس الثالث اليونت السادس في كتاب اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. شكرا لكم طلابي الأعزاء، وإلى لقاء جديد مع دروس اللغة الإنجليزية للصف السادس الأدبي العفوا العلمي والأدبي الإعدادي. وكانت معكم الست نوال عبد الرزاق من مدارس الشروق الأهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء في الصف السادس الإعدادي، معكم الست نوال عبد الرزاق
من مدارس الشروق الأهلية ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم هو Unit 6 Lesson 3 Meet a Banker. Meet a Banker قابل المصرفي. لنقرأ معا طلاب الأعزاء هذا الدرس ونقوم بترجمة المفردات المهمة، ثم بعد ذلك نقرأ بعض الأسئلة الخاصة بهذا الدرس. I've been a banker for 20 years and I love my job. أنا مصرفي منذ 20 سنة وأنا أحب عملي. What makes it particularly interesting is the variety. ما يجعل عملي ممتع بصورة خاصة هو التنوع. I have to do many different things and use a number of different skills. يجب أن أقوم بأشياء عديدة وأستخدم عدد من المهارات المختلفة. No 2 days are ever the same. لا يوجد يومان في عملي متشابهان. Most importantly, we have to convince people to use the bank. أهم شيء هو يجب علينا إقناع الناس باستخدام المصرف. And one way to do this is to offer new services. وهناك طريقة واحدة لعمل ذلك هو توفير خدمات جديدة. For example, we can attract students by offering special students accounts if the bank is close to a university or college. مثلا يمكننا أن نجذب الطلبة عن طريق توفير حسابات متعددة للطلبة أو حسابات خاصة للطلبة إذا كان المصرف قريب من الجامعة أو الكلية. We also advise people on the most suitable accounts for their needs. وكذلك ننصح الناس بالحساب المناسب أكثر لاحتياجاتهم. Another of my main responsibilities is to decide whether or not to give people or businesses loans. واحدة أخرى من أهم مسؤولياتي هو أن أقرر سواء يجب أو لا يجب أن أعطي الناس أو الأعمال قروض. This is one way the bank use the money people put into their accounts. هذه واحدة من الطرق اللي يستخدم فيها البنك المال الذي يودعوه الناس في حساباتهم. The money doesn't simply sit there, but is used to make more money. المال لا يبقى هناك في المصرف فقط، وإنما يستخدم لعمل أموال أخرى. Many people need loans for a special project such as buying a car or a house. العديد من الناس يحتاجون المال لمشاريع خاصة، مثلا شراء سيارة أو منزل. We also lend money to people who want to start their own businesses. أيضا نقرض المال للناس الذين يريدون أن يبدأوا أعمالهم الخاصة. It is often up to me to decide whether the business is a good idea or not. غالبا هذا يكون وفقا لرأيي لأقرر سواء كان هذا العمل جيدا أم لا. And sometimes I must make suggestions to improve their plans. وأحيانا يجب أن أعطي بعض الاقتراحات لتطوير أعمالهم.
For example, if a man wants to open a bookshop on a street that already has several bookshops, I might suggest that he opens it on another street where he can get more customers. مثلا إذا كان هناك رجل يريد أن يفتح مكتبة في شارع فيه مكاتب عديدة، يمكنني أن أقترح أن يفتح هذه المكتبة في شارع ثاني يمكنه فيه الحصول على زبائن أكثر. Unfortunately, I cannot always approve a loan. لسوء الحظ لا يمكنني دائما أن أحرر القرض أو أعطي القرض. This is a difficult part of my job, as I do not like to disappoint my clients. هذا جزء صعب من عملي حيث أنني لا أرغب بإحباط عملائي. Some bankers work mostly with large companies, while others have more to do with small businesses and individuals. بعض المصرفيين يعملون مع الشركات الكبيرة، بينما البعض الآخر يعملون مع الأعمال الصغيرة والأفراد. Both types of banking can be enjoyable. كلا النوعين من العمل المصرفي يمكن أن يكون ممتعا. Banks that work with large companies can help them improve and extend their businesses. المصارف التي تعمل مع الشركات الكبيرة يمكنها أن تساعدهم على تطوير وتوسيع أعمالهم. This can be very interesting and exciting. هذا يمكنه أن يكون ممتع ومثير. As you have to be quite knowledgeable about many different subjects. حيث يجب أن تكون على معرفة بالعديد من المواضيع. If you work with a company that makes chemical products, for example, you have to understand how the products are made and used. إذا كنت تعمل مع شركة مثلا تقوم بصناعة المنتجات الكيميائية، يجب عليك أن تفهم كيف تصنع وكيف تستخدم هذه المنتجات. My main work is with individuals and small businesses. عملي الرئيسي مع الأفراد والأعمال الصغيرة. What I particularly enjoy about this is that I meet a range of different people. ما يعجبني حقا بصورة خاصة في هذا أني أقابل نوع أو عدد مختلف من الناس. It is also very, very satisfying to be able to help them with their problems and makes a difference in their lives. وهذا مريح أو مرضي جدا أنه تكون قادر أنه تساعدهم على حل مشاكلهم وعمل فرق في حياتهم. Being a banker requires many different skills. كونك مصرفي يتطلب هذا عدة مهارات مختلفة. To begin with, you have to be good at math and able to read and understand graphs and charts. للبدء يجب أن تكون جيد في الرياضيات وتكون قادر على قراءة البيانات كوكلي بسرعة. Another important skill is being able to work with other experts who can give you important information. مهارة أخرى مطلوبة في المصرفي هو أن تكون قادر على العمل مع الخبراء الآخرين الذين يمكن أن يعطوك معلومات مهمة.
When a client wants a loan to buy a house, for example, I need to know about the value and structure of the house and what sort of neighborhood it is in. عندما يريد أحد عملائي مثلا شراء هاوس عن عفوا شراء منزل عن طريق القرض، يجب أن أعرف قيمة وشكل المنزل وكذلك نوع المكان الذي هو فيه. A specialist can give me this information. والمتخصص يمكنه إعطائي هذه المعلومات. Finally, a banker needs to be a good communicator. أخيرا المصرفي يجب أن يكون شخص قادر على التواصل بصورة جيدة. Your clients need information about many different things. Some of them quite complex. يعني العملاء يحتاجون منك معرفة معلومات كثيرة وبعضهم يكون معقد. They need a banker who can explain these things clearly and who enjoys helping them. يحتاجون إلى مصرفي يستطيع أن يشرح هذه الأمور بصورة واضحة ويكون مستمتعاً بمساعدته. كانت هذه قراءة للدرس الثالث ميتا بانكر في الوحدة السادسة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. والآن أعزائي الطلبة سأكون معكم لقراءة بعض الأسئلة المهمة عن هذا الموضوع.